Thank you, sir. Thank you. Yes, Good evening. Mr. Captain. Yes. أنا عرفت إن في عندك لاعبين جايين من برا، فنقول لي إنت في استعدادات لبطولة UFC الشهر الجاي، كيف حتكون؟ طبعا احنا الوضع بقى شوية صعب، لانك انت عشان تمشي قانوني في بمصر شوية بيبقى في بعض البيروقراطية، ما بقتش طبعا صعبة زي كان من قبل، بس لازم تبقى انت واخد الشكل الرسمي. طبعا توجهنا للاتحاد عشان ناخد ورقة بصلاحية البطولة، وعشان نسوي طبعا الدعوات للأولاد بمختلف الأقطار العربية عشان يحصلوا على التأشيرة عشان يقدروا يجوا يلعبوا البطولة. الحمد لله قدرنا نغير طبعا مكان البطولة عن كل مرة. احنا كل مرة الحمد لله في ظل السنة اللي فاتت دي كلها كنا بنعمل في الاستاد القاهرة، واحنا الحمد لله طبعا عشان تبقى بطولة كبيرة، يعني عشان تبقى بطولة كبيرة لازم تبقى بتتحلى ببعض الخطوات القانونية اللي هي شديدة التعقيد، يعني عشان تقدر تحجز في استاد زي استاد القاهرة او تحجز في قاعة كبيرة، دي شروط كبيرة. لكن انت عشان طبعا تحجز جنينة ولا تعمل قاعة افراح او الكلام ده كله، طبعا سهلة الاشتراطات طبعا تبقى سهلة طبعا جدا، مقدر عليها، لكن لكن عشان تعمل في مكان من اماكن الدولة او اماكن من الاماكن السيادية للدولة، لا الموضوع بيختلف. وطبعا ده بي بس هو سلاح ذو حدين، لانه هو بيعرضك طبعا لارهاق مادي شديد، بالذات لانك انت ما عندكش سبونسر زي ما انت عارف، وفي نفس الوقت بيبقى سبورت وباور ليك، لانك انت بتبقى بطولة معتمدة من قبل الدولة، شوية شوية بتقدر تكبر، شوية شوية بيبقى صيتك بيكبر، يعني وهذا انت بشكل عام أحسن. يعني احنا بالتوفيق الحمد إن شاء لله الله، بالتوفيق إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فاحنا بقى لنا فترة كبيرة بفضل من ربنا بنعمل في عملنا في اماكن كتير، طبعا افادت البطولة بشكل كبير. عملنا اكبر بطولة في مصر اشاد بيها كل النقاد الرياضيين والمهتمين باللعبة، كانت من اول اي اوف سي 30، ومن قبلها عملنا 5 بطولات في وقت محدش قدر يعمل فيه بطولات منزوعة الجماهير بسبب الكورونا. صح، أبعده الله. وده اللي خلانا الحمد لله بشكل كبير جدا قادرين نستمر ولم نتوقف بسبب جروب العمل الموجود عندنا، ان احنا قادرين نشتغل في احلك الظروف، قادرين نشتغل بكوست ويز اوت كوست، وحاليا كمان بقى عندنا، بس للاسف دلوقتي احنا لازم يبقى في كوست. ده كان زمان قبل 30 اي اوف سي 30 كانت مرحله فاصله، ان احنا لازم يبقى عندنا كوست نشتغل بيه عشان بقينا مربوطين بشكل معين للجماهير، والحمد لله احنا قدرنا نحقق جماهيرية كبيرة جدا لدرجة ان احنا بقى عندنا ناس بتشارك في بتيجي تتفرج على البطولة بس عشان عايزة تيجي تتفرج على ام ام ايه، هي ما هياش مثلا مشجعة بطل معين او هي من فريق حد معين. كان الاول وما زال عند بعض المنظمات ان كل الجمهور اللي بيبقى موجود هو جمهور معني بالرياضة بشكل بحت، الفايترز وقرايبه والفايترز وصحابه، لكن انا عندي جمهور بيجي هو بيسألني بس
البطوله هتتقام امتى وفين، عشان هو عايز يجي يحضر يتفرج على الام ام اي. ايوه وطبعا دي الحاجه اللي ما حصلتش في اي بطوله في مصر، صح وكرر دي الحاجه اللي ما حصلتش في اي بطوله في مصر طبعا، لانك طيب عشان تعمل ادفرتايزنج لبطوله عشان تبتدي تحقق منها وتجيب جماهيريه، اللي انت هتصرفه على الادفرتايزنج هو الايكوال اللي هيساوي، يعني انت لو صرفت 10,000 جنيه عشان تجيب جمهور لو انت في مصر، هو التذاكر اللي هتجي لك هتساوي 10,000 جنيه اها بس. طب عشان توصل للكوست المطلوب اللي انت بتتكلم عليه، الكوست الكبير اللي انت عايز تسويه، انت محتاج ترفع طبعا الكوست بشكل كبير، وده احنا حاليا مش موجود، يعني ما عندناش القدرة اللي احنا نعمل كده، بس ان شاء الله في المراحل الجاية لا الوضع هيختلف، الشكل هيختلف، الصورة هتختلف بشكل الإقبال كبير جدا. حيختلف، ايه الإقبال حيختلف. اكيد الحمد إيه. لله، انا متوقع ان على نهاية 2022 ان شاء الله السنة دي، لا احنا هنبقى في منطقة تانية خالص، جذريا ايه جذريا جذريا آه. جذريا، لان انا دلوقتي انا الاول كانت البطولة هي 100% ايجيبشن فايتر، ثم أفريقيا بقيت دلوقتي انا في البطولة اللي جاية دي من المحتمل ان انا اصبح 50% من الفايترز اللي هيتقاتلوا في البطولة، من 50 ل 60% ايجيبشن فايترز، ده معناته ان انا هيبقى عندي 40% من الفايترز اللي جوه البطولة هم فورنرز وابطال عرب مشاركين في البطولة، يعني وده هيدي عندك عرب افريكان ان انترناشونال يعني انت قلت نسبة كده بالظبط، يعني لو انا عندي 10 ابطال عندي 10 فايترز هيبقى في 6 مصريين واربعة اجانب. صح، هذا بداية حلوة هاي. الحمد لله، يعني احنا طول البطول من اي اوف سي واحد او من اي اوف سي 10 لاي اوف سي 15 ولغايه 20 كانت نسبه المشاركه الاجنبيه ما بتتعداش ال 10 او ال 20% اقصى درجه وصلت لها في السنة 20%، ودي كانت في حالات فرديه. مهو. دلوقتي احنا بقينا وصلنا لمعدل ال 30% ثابت. البطوله اللي جايه دي من المحتمل ان المعدل لو ربنا اراد، طبعا ده كل شيء بعد اراده ربنا سبحانه وتعالى، لو كل شيء مشي على ما يرام زي ما احنا مخططين له تمام، هنوصل ل ان شاء الله 60% 60 في المية. البطوله اللي ورحمة جايه ورحمة البطوله شباب المحلي يعني يعني 40% هيبقوا لاعبين محليين بس بس ان شاء الله، ده من المحتمل البطوله اللي جايه مش مؤكد، بس هو النسبه مش هتبقى اقل من 50%، وده باذن رب العالمين 50% لعيبه اجانب، وده حصري، اول مره حد يسمع المعلومه دي هو انت. اوه شغل سامعين أخبار جديدة هذه. ان شاء الله البطوله اللي جايه 50% من اللعيب المشاركين في بطوله اي اف سي 38 هما لعيبه عرب من العراق والأردن، من العراق والمغرب والجزائر، من المحتمل مشاركة لعيب من السعودية، من المحتمل مشاركة لعيب من السودان، الأردن لسه ما أكدتش طبعا المشاركة، بس إن شاء الله هيأكدوا معانا زي ما أنا قلت لك. ما شاء الله ما شاء الله، أكيد حيأكدوا لما أشوف الأقبال لك زي كذا، إيش لا؟
والله كان جلسة حلوة خفيفة كذي فريش، تعرفنا عليك وعرفنا اتجاهك وشكلك أنت يعني نعم الناس يعني. الله يخليك، شكرا الله يخليك جزيلا، الله يخليك. والله شكرا جزيلا. ليش بعد أنا حاسس الحلقة، بعد الحلقة دي ناس كتير هتكلمك عشان تعمل معاك لقاءات بقى وحاجات كده، وهتخش بقى بعد كده ايوه هتفتح النار. صح، انا اسوي مع الناس والرياضيين والمدربين يعني كلهم. أتمنى دايما إن احنا نكون الجهة اللي احنا ماشيين فيها هي توسعة ونشر قاعدة الرياضة، بغض النظر عن مين هيبقى ايه ومين هيوصل لفين والكلام ده كله، لا. سباق حظك. وعايزك تبقى عايزين يعني، أتمنى عليك إنك أنت تركز في المرحلة الجاية، تتكلم عن، راح إن شاء الله ابعت لك ناس من البحرين تسوي معهم لقاءات، هبعت لك ناس يعني من المناطق اللي من عمان تسوي معاهم، كيف وضع الايه هناك، لان لازم لازم نركز. لازم احنا لازم نكون اداة حسنة لهذه الرياضة، ان احنا نسلط عليها الضوء. يلا صدقني، اول ما تعمل مثلا مع لعيب من عمان، هبص كل، تلاقي كل الناس عايزه تشارك، كل صح الناس، هي دي الثقافه الرياضيه اللي بشكل عام اللي الناس عايزه توصل لها. صح 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 لا والله أتطلع لشوق لهذا اليوم إن شاء الله. ان شاء الله احنا في مواضيع كتير جدا هنحطها للكلام فيما بعد، هعمل معاك ميعاد ان شاء الله يوم الأحد، محدد. يوم الأحد نعم، والاثنين. النهارده ايه؟ الحد ولا الاثنين؟ أيوه حد ولا الاثنين ايه؟ النهارده الاربعاء. لا أنا فاهم عليك، لكن أنت قلت الحنا معاك معاد، متى؟ بكرة ولا بعده ولا؟ ان شاء الله نبقى بنسويه انا وانت على البرايفت كده، بحيث ان احنا محتاجين نتكلم مع الناس، نتكلم مع الفايترز ونعرفهم الفرق بين الاحتراف، الفرق بين الهواة، نعرفهم إن ازاي يكون في شرعية قانونية بتلجأ ليها وبتمشي معاها وبتتبعها، ازاي تسوي مسيرتك الرياضية، كل دي هذه امور مواضيع عايزين. التدريب هاي موضوع مهمة يا أخي. طبعا كل المواضيع دي، طبعا احنا كنا النهارده بنتكلم بشكل عام، بس عايزين نتكلم انواع الشباب من الان في صاعد. انت ازاي انت كلاعب من ايه، ازاي تسوي لنفسك خريطه رياضيه تمشي عليها تتبعها، ازاي تبتدي تبني الريكورد بتاعك، ازاي تتمرن، ازاي تعرف ان الجهه اللي انت بتتمرن معاها دي جهه شرعيه، والمكان اللي انت بتلعب فيه، وازاي تسوي نزالاتك، حلوة هذه. ازاي في جزء كبير عليك وانت لاعب مهم جدا، مش بس الـ MMA دلوقتي مش تدريب، ومش للاسف الشديد الـ MMA مش بس دلوقتي تدريب وتبقى انت راجل شاطر في مجالك وانك بتتمرن بجد، لا، في جزء كبير منها قوي 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 اللي بيعتمد على هو السوشيال ميديا صوصو وظهورك، السوشيال ميديا وظهورك، وازاي بتظهر ناس في انا كنت بسوي بطولات، فالبطوله ممكن يكون فيها خناقه كلينش، كان الناس تقول يا كاميرات اوعى مش عارف ايه سوي، كنت صح اقول انا اقول لهم صور اللي بيحصل واخده، وبعد كده عشان ما يصيرش فيه زعتره، ما يقولكش لا ده فشلوا في التنظيم، لا 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 لا، وبعد كده اخد الموضوع ده واطلعه للراي العام واقول لهم انتوا تقدروا تحكموا بنفسكم، هل الخطأ ده جاي من التنظيم ولا جاي من بره؟ زي ما حصل مثلا في مباراة حبيب وكونور ماكجريجور، لما حبيب نط ومش في خناقة كبيرة. الام ام ايه بطولات حماسية بطبيعتها، انها ممكن يقوم فيها كلينش ويبقى فيها بتاع، صح لكن مش من الطبيعي
مش من الطبيعي طبعا ان الخناقه تيجي من التنظيم البطوله او الخناقه تيجي على من خطر. القائمين عليها، لا احنا المنظمين لازم يكون عندهم اعلى معدلات ضبط النفس. صح، زمان لما كنا فايترز احنا كنا بنبقى مشحونين ونقدر نتخانق ونقدر نعمل وشويهيكا ونعمل زعتره ونعمل زعبره، لكن كبرياء دلوقتي لما بقينا كبرياء كبرياءك يكون في الموضوع، لازم اه حنطلع كبرياءك في الموضوع. خد يعني، وده بقت هي بس ده شيء برضو هنتكلم عليه، الفايترز وهنحكي فيه ازاي. يعني لما تيجي تعمل اكشنز، الاكشن ده لازم يبقى له ليميت، ما ينفلتش منك، صح، عشان الناس تعرف تتفرج على كل الايموشنز اللي انت بتعيشها، تشوفك وانت غضبان وانت فرحان وانت مبسوط وانت منهمك في التدريب وتعبان. فدي صور متابع الرياضة دي لازم درامية يشوف. درامية كل الحاجات دي لازم نحكي فيها. حكينا احنا ووقفنا طبعا عند موضوع سوريا، بس احب ابشرك طبعا ان احنا هنا في مصر عندنا ده حصري برضو، الاخبار اللي اقولها دي حصريه. في مصر هتنظم بطولتين داخليتين، اولهم بطوله كاس مصر للام ام اي، ثم بطوله الجمهوريه الرسميه، اللي عليها هنختار منها الابطال اللي هم، لان في القريب العاجل طبعا بعد انتخابات الاتحاد العربي، انتخابات العربي لسه من هي من قليل، طبعا هيتم تحديد البطوله العربيه في اقرب وقت اللي بيها هنختار المجموعه اللي هتشارك في البطوله العربيه لما يتحدد الميعاد بتاعها. بس طبعا البطوله العربيه عشان لسه ما تحددش ميعادها، بس تحدد حصري ومحدش يعرف هذه المعلومة إطلاقا، تحدد ميعاد البطولة الأفريقية المفتوحة، بطولة أفريقيا المفتوحة، لأن من المعروف إن خدنا الموافقة عليها، خدنا الموافقة الدولية، تم اتخاذ الموافقة الدولية، وعن قريب إن شاء الله راح يتم، لأن هي فاضل عليها شهرين، شهرين. فطبعا احنا محتاجين نسوي البطولتين دول باسرع ما يمكن. اللي هي الشهر الجاي، ايه اللي هي في اه الشهر عشان الجاي. نختار اللي بيه هنختار افضل العناصر اللي هيشاركوا في بطولة افريقيا المفتوحة، كانوا لان كبيرة. الاتحاد الدولي، طلب انها تكون بطولة افريقيا المفتوحة، لأن مش هتبقى أفريقيا بس اللي بتشارك، هتشارك دول من آسيا ودول من أوروبا. واو، كلام كبير هذا والله، كلام كبير على مستوى القاعدة الأفريقية والعربية بشكل عام. بص، حينما يتولى الأمر أولي العزم وأولي الأمر ورجال أكفاء مشهود لهم بالكفاءة دائما، انتظر، خد كل حاجة، خد كل اللي انت عايزه.